كيف الجمع بين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقول نعم إلا من أكره نعم وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله ولو عذبت أو حرقت أي نعم الشرك ما يجوز يتوافق عليه أبدا اللي قرب ذبابا دخل النار اللي قرب ذبابا دخل النار فالشرك ما عليه ما يسامح فيه أبدا إنما الأقوال التي دون الشرك المجاملة المدارات إلا أن تتقوا منهم تقاتا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمدارات هذه مرخص فيها عند الضرورة التي ليس فيها شرك أما الشرك لا ما حد يسمح به أبدا نعم